هاي جايز، غينا ملابس. اليوم بنسوي حلاوة. بتون حلاوة؟ لا كوكيز، لا كونفليكس مع نوتيلا. اليوم بنسوي سويت. انزين، شو هو سويت؟ ايوه، شكلها رمضان كل الفيديوز بيكون عبارة ان احنا في المطبخ. انزين، فاليوم قررنا مرة ثانية نسوي سويت. انزين، شو هو السويت؟ يلا بيبل انجريدينتس مال سويت هذا فليكس. وبعدين دقيقة اخ، انا كيف اشيل من ايدي؟ للحين تعرفون يعورني. دقيقة، تعال شيخ اشيل قبل لا انا يطيح من ايدي. ايوه خلي هني. لا هذا هذا ها ما تعقونه. انزين، فهذا هو الانجريدينتس مال اليوم، شيء وايد سمبل وايزي. اوكي تعرفون كيف تسوون صح؟ كيف؟ يلا كونفليكس. ايوه ادي هذا، بعدين نخلي فكب هذا. ايوه فك. ها كوكو هني غسلت، غسلنا سكري، غسلنا. ايوه ريدي، اباكم تساعدوني مره ثانيه ونسوي ميكس، لان ايدي بعدها يعورني. بس انا شليت هاك هالشيء لان لازم نصلي صح، فشليت. ما شاء الله ما يزعل. المهم فليت جيت ستارتد. اول شيء بحط نوتيلا، بسوي ملت شويه، وبعدين بنسوي كونفليكس كرانش. بنسوي كذي، بنسوي اوكي، وبعدين نحط كونفليكس في النوتيلا حاره، وبعدين نسوي ميكس ميكس ميكس، وبعدين نخليه في الكب. بتشوفون كيف بيكون اخر شيء. لا لا لا، ما نحتاج اوفن، بس نخليه في الثلاجه. هذا هذا سويت. ايوه يتلزق تحت. ايوه بس هاي السويت نخليه في الثلاجه وبس جاهز. انا ذكرت شيء بعد المره، ماما بقت ذكرت شيء. شوف في هذا مال ايس كريم صح، بس ما نسوي ايس كريم، بس ما سوينا. ان شاء الله مره ثانيه بنفكر نسوي ايس كريم. الحين خلينا نسوي كونفليكس ويا نوتيلا. اوكي جاهزين؟ جاهزين. يلا لا صح صح صح، شو انا سويت؟ هذا جلي وانضبط. ايوه صح، كانوا جلي. المهم اللي ما شاف الفيديو، اللي بيعرف الفيديو اللي قبله، كنا مصورين جلي، وكل عاده يبنى العيد وما انضبط جلي معانا. فالمهم let's come to اليوم الحين. let's get started. زين الحين بطلي النوتيلا، بخلي انا داخل هني، وبخلي لا خليني انا اخلي بعدين شيخه، بخلي داخل مايكروويف. زين بسوي حار. لا اكله كلي كلي، بطلي هذا ساعديني دقيقه. بشيل النوتيلا. زخي شيخ النوتيلا تبون نوت دقيقة دقيقة دقيقة، صعب اصور و سلامة. دقيقة سلامة، خلي دقيقة احنا نسوي. دقيقة بعد هذا بخليت انتم تسوون. دقيقة خلينا حاطة بس نوتيلا الحين. ويت زين، الحين خليت نوتيلا. شوف خليه يشوفون، خليت نوتيلا. زين بخلي حا يستوي حار. شو فيكم 20 سكند اعطيني بخلي ده. سلامة شيخة. اي ايدي ترين 20 seconds. 1 2 start. واحنا شو بنسوي؟ انتوا تسوون كونفليكس كراش، تسوون كذي كرش كونفليكس. اوكي يلا انزين. الحين حطيت حقهم كونفليكس داخل، والحين ابغاكم انتوا تسوون كرش بايدكم. يلا شوي شوي ما ينشب، ها شوي شوي. ايوه تعورتي نفسك. يلا مرة ثانية، شوي شوي شيخة. ها انا قوية صح؟ عاد شلي شوي شوي سلام، مو بلازم تمسكينه كذي، شلي شوي شوي وسوي. يعود انا قلت هذا احسن شيء بدال ما اخليه في خلاص، مو بكذي شيخة مرة عاد بيطيح كله، يبي قدام هذا. انا قلت بدال ما احطه في هذا مال الساندويتش باق واضربه، خليهم يسوون احسن. شوي شوي بس خلاص كفي كفي. اشوف شيخة عاد انت مرة سويتي. ماما مو كذي، لا شيخة مو كذي، شوفي بس كذي، شوفي بس كذي، بس كذي شوي شوي، بس كذي عاد مو مرة انتو كسرتوه. شوي شوي بس، شوي شوي لا لا، شوي 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 شوي
يلا زين crush انزين خلاص سويتوا الكراش الحين اول شيء سلامه حطي كونفليكت ماج داخل النوتيلا لا لا خلاص اوكي شيخه يلا حطي سلامه سويتي وايت كراش خلاص حطي شيخه كامل اوكي عندو سلامه شوي شوي اوكي الحين شو بنسوي ويت ستوب وين هذا ويت الحين خلينا نسوي اول شيء زخ الباول حبيبي حار يلا الحين بنسوي كتبنا حار ميكس ميكس بعد نتلا طيب انا بزيد انا خلينا نشوف اول شيء بس انه انتوا بتاكلونه لا يكفي هذه احنا نقطها دقيقه لا بعدين بخليكم تخلونه داخل هذا مال كب كيك لا والله يكفي نوتيلا شكله يمي يمي زخي عاد يا ماما قاعد يطيح خاطري اكلها لا بنخليه في الثلاجه والله شوفوا كيف شكله هذا زخي يا ماما بيطيح سووا شغلكم وكذي خلاص زخي عدل يا ماما في واحد مو بهذا الحين بسوي ميكس اخاف انت تعقونه يا ماما مو انا نحن صيام كذي كذي شوف كذي كذي ممكن كذي ميكسي انزين الحين شو بنسوي حط جدابهم بنلعب يلا العبي لا اسمعي سلامة ويت بتشلين خلي هذا قريب بعد انزين بتشل ايوه عشان ما يطيح تشلين 1 سبون تحطينه داخل هني انزين عرفتي بس ما تبين العيد يلا انت عندك 3 كب هذا كب يسمونه كب كيك هولدر كيف المهم هذا هو شيخ لا تحطين في الويتش المهم بتحطين داخل يلا ستارت شوي أيوة عادي بعدين أيوة شيخة لا بعدين تعرفي شو تسوين أضغطي عليه أضغط دقيقة مو بالحين أنتي حطي أول شيء أنتي حطي بعدين أشوف أعطيني شيخة أعطيني شوفي دقيقة حطي كذي بعدين أضغطي عليه بس خلاص هذا استوى شوفي دقيقة شيخة شوفي اضغطي عليه عشان بعدين بنخليه في الثلاجة خلاص هذا انتي سويتي خلاص خلاص سي صح اوكي عادي يلا كملي انا قلت خلي اوكي سلام يلا بسرعة سلامة وايد يا ماما شوي اوكي يلا اضغطي فوق الحين عشان بعدين يوم تخلي في الثلاجة يكون سهل شلينه وطلعينه من ده زين يلا يلا عبر عادي حطي داخل سلامة الحين طح كله تحت اضغط لما يطح شوفوا الحين خلينا كله داخل هني انزين وعن شو بنسوي انت خلي في الثلاجة بناكل بعد المغرب اوكي عشان بعد الفطور عشان دي صايمة ايوه اوكي بناكل بعد الفطور فيلا انت خلي داخل الثلاجة يلا لا صايمين هم الحين بعد المغرب ياكلون بعد زين يلا لا دقيقة انا بخلي داخل الثلاجة يبالي مكان تخلينا داخل انا بخلي يلا وبنرد بعد تقريبا ساعتين ايوه 2 hours ايوه يس a few hours later شوفوا جهاز السويت الحين قلت حق شيخه سلامه قعدوا في الصاله
ضيب حكم السويت جربونه. دقيقة طلعون سما، ارفعي راسك جنس، ارفعي ايوه طلعي من داخل. دقيقة خلينا طلع ايوه اوكي ايوه. شوف شو يعني سلامة، شو يعني حلو يامي ايزي صح سلامة. شو؟ مزحلو. يلا بالعافية عليك. وهني؟ مكتلي. بتسكر الفيديو؟ إنزين؟ أيوة هذا تجهيز. هذا أشياء خفيفة لطيفة سوينا حق رمضان. هذا. و. المهم. يلا أنتوا كلوا. وانا بسكر هالفيديو هني. يلا هم قاعد يضربون الحين على هذا. انزين بتسكر الفيديو لايك وسبسكرايب. لازم لايك وشير وسبسكرايب. سلام ارفعي فلاور مالك فوق يا ربي. فلاور فلاور مالك بسكر من فلاور مالك الحين. باي باي.